كلمة من المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بيكم جميعا، ويعني الفرحة مسيعانا كلنا بالإنجاز اللي حصل لمصر والبركة في لعيبتنا في جهازنا الفني بتاع المنتخب في مجلس إدارة اتحاد الكورة اللي بالنيابة عن مصر كلها مش النادي الأهلي بس. النهاردة أنا بشكرهم وبشكركم على اللي انتم عاملينه، وبشكر كل اللعيبة. حقيقة أنا دايما بقول يعني أنه اللعيبة هي الأساس في هذا الموضوع، روحها وقتالها وعرقها في الملعب هو اللي بيخلي الناس دي كلها تفرح، وهو اللي بيوصل الفرحة، وهو اللي بيوصل فرحة البلد كلها مش لبس. صحيح انتوا خليتوا الشعب المصري يعيط مرتين، مرة حزن ومرة فرح. ان شاء الله اللي مش مسموح لكم انكم تخلوا المصري يعيط حزن تاني، هيبقى كله فرح بإذن الله وبمجهودكم وبعرقكم. احب اشكركم بالنيابة عن النادي الأهلي وجماهيره، بالنيابة عن مصر وجماهيرها. أحب أشكر مستر كوبر وجهازه الفني على الحلم اللي اتحقق لنا واللي احنا بنشوفه في خلال الفترة اللي فاتت، إن احنا نوصل نهائي كأس أمم أفريقيا بعد 6 سنوات، لكأس العالم بعد 21 سنة، وكان حلم صعب. وبعرق الناس دي وبمجهودها وباتفاعها وبإدارة مجلس إدارة اتحاد الكورة لابد أن نوجه له شكر شديد، لأنه وفر كل الإمكانيات للجهاز وللعيبة إنهم يحققوا اللي قدروا يحققوه. أشكركم تاني وبارك لكم كلكم، وألف مبروك عليكم وعلينا وعلى مصر كلها، ودايما في انتصارات إن شاء الله.